عظم الله اجرك يا اخوي، والله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. ها؟ سعد، سعد وين رحت؟ طلال جيت؟ ها ناصر، شلونك الحين؟ الحمد لله تمام. ترى جبت لك ثلج احطها على رجلك؟ لا 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 الحين ساعدني بس بطلع يا شيخ بشم هواء. يلا قم قم قل بسم الله. شوي 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 بالله، لا تبغى على رجلك. لا شوي شوي. لا
تضغط عليه، لا تضغط على رجلك. تعال هنا. شوي 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 شوي. اجلس زين. دقيقة خليني بروح اجيب الثلج. شوف رجلك. تعبتك معي يا طلال. ما تشوف شر وانا اخوك. الله لا يهينك يا طلال، تعبتك معي. لا وش دعوه يا اخوي، تراك اخو تمون. الله يسعدك ان شاء الله. لوين سعد؟ سعد يا اخوي المفروض انا اللي اسالك. رحت وكان هنا ورجعت وهو مو فيه. الخبز ذا بيوهقنا معاه. شكله طلع يدور على فهد. لا 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 مستحيل. مستحيل سعد يروح يدور فهد. لا يا اخوي. الا الله يستر عليه بس وين راح. شكلك تعبت يا طلال. قمنا قمنا. ايش تعاون اخوك؟ لا بجلس معك الين تنام انت. ما عليك، انا اذا احتجت شيء بناديك من داخل. قم. تبي شيء قبل ادخل انام؟ ما عليك. المهم اذا بغيت شيء نادني. وين راح هذولا؟ ناصر ناصر قوم الله يهديك.
وراك نايم هنا ورا ما دخلت داخل ونمت. يا اخوي قعدت استنى سعد وجاني النوم ونمت هنا. وسعد ما جاء للحين. ليش مو بداخل هو؟ لا مو بداخل. انا الحال اللي نايم داخل. والله مو معقول يا اخوي. في العادة سعد ما يتعدى ذا المكان. وين فيه هو بعد؟ ما ادري يا ناصر. لكن بصراحة وانا اخوك انا احس ان في شيء غريب قاعد يصير وحنا ما ندري. والله انا احس اني بديت افهم السالفة. اجلس اجلس اقول لك. يا اخوي يرحم والديك فهمني. اذا انت تعرف شيء قل لي. يا اخوي انا مخي قفل. انت تدري من كثر ما افكر فيهم قمت اتخيل اشياء ما هي موجوده. يا اخوي الموضوع بسيط وما يستاهل ذا كله. واضح وضوح الشمس لي. يا اخوي يمكن بالنسبه لك انت واضح، لكن بالنسبه لي انا ما هو واضح. انا اعلمك شلون. مو فهد اختفى فجأة؟ طيب ومن هو فينا اللي دايم ياخذه مع فهد؟ سعد. حلو، الحين بديت تفهمني. أمس بالليل مو أنت طلعت تجيب لي ثلج وجيت وأنا نايم صح؟ إيه. وقتها مو اختفى سعد؟ يا أخوي تكلم قل لي وش السالفة. يعني كل اللي قلته ما هو بشيء جديد. يا اخوي فهد حق مقالب. نسيت ذاك اليوم يوم نزلنا وخلانا نمشي في الشمس 10 كيلو. هي ذكرت حقة اللداب يوم يدخل علينا في الخيمة. طيب فهد عرفنا ان رأي مواقف. سعد وش له علاقة في الحكي؟ هو ماخذ سعد معه عشان ما يجيب العيد. قال خلني اخذه ولا يعلمهم وفي نفس الوقت يتسلى هو وياه. يعني كل اللي سويه فينا فهد هذا فيلم. هذا اللي حللته انا. اذا طلع كلامك صدق فهو فعلا قيلته. شفت ذاك اليوم يوم جاب سعد الاشياء حقت فهد معه؟ ايه. انا حللتها كذا. طيب ناصر وش بينا نسوي معه؟ خله يقعد هناك لين ما يطفش ويجي. اسمع ناصر انا بروح في كذا مكان شايفه وبصراحه ودي اصوره. اقعد معي شوي خلنا ناكل. لا لا اكل انت. تبي مني شيء؟ ابي سلامتك بس لا تطول علي. ابشر. Thank you.
صباح الخير. صباح النور، شلونك اليوم؟ أنا بخير، تمني أشوفك. خف علي شوية طلال، أخاف أتعود عليك وبعدين ما ألقاك. ومن قال لك إنك ما راح تلقيني؟ بالعكس، هذا أنا أشتاق لك وأجي للمكان اللي أنت فيه. وين أخوياك اللي تقول عنهم؟ ما أشوف أحد غيرك هنا. أخوياي موجودين، موجودين، بس تأكدي، تأكدي إنه ما في أحد يعرف إني أنا أجي هنا وأشوفك. ليه؟ حلوة ذي ليه؟ أنا مجنون عشان أخليهم يشوفونك. قلت لك ما في أحد راح يشوفني غيرك، وحتى إذا شافوني مو مهم، المهم أنا مين راح أشوف. عاد صدقين برغم المشاكل اللي قاعدة تصير معنا أنا وخوياي، إلا إذا شفتك أنسى كل شيء. مشاكل؟ عندك مشاكل يا طلال ولا علمتني؟ بصراحة ما أدري وش أقول لك، بس ما ودي أدخلك في مشاكلنا. علمني، قول لي، نسيت إن أنا من سكان هالقرية؟ على الأقل أعطيك رأي أو إني أساعدك. مو مشكلة، هي أشياء غريبة وأنا أحاول أحيانا إني أوصل للحل، لكن أحيانا أحس إني ماني مقتنع. أنا ماني فاهمة عليك شيء أبد. أنا راح أفهمك كل شيء. من أنت؟ أنا عابر شبير يا ولدي، لا تخاف. وش اللي جابك هنا؟ رجلك تعورك؟ خلك من الحين، الحين وش اللي جابك هنا؟ تطمن لا تخاف. شلون وصلت هنا؟ يا ولدي المفروض ما تسأل السؤال، حنا هل البر وهذه ديرتنا وأنت ضيف علينا. يعني أنت ديرتك هنا؟ ايه ديرتنا، وانا رجال اجبر الكسر وعالج بعد الاوجاع. انت طبيب؟ هذا طبنا احنا يا الاولين. وش تسوي يا عم الحين؟ اطبب رجلك. تطمن تطمن. لا 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 لا، أنا مو رجحلات، أنا مو رجحلات. وهذا وشو؟ هذه أعشاب برية جايبها من الضلعان وتعالج الرجل. طيب كم يبي اليوم وتعافى؟ بكرة حجي الحجة هذه قبل تغيب الشمس تقوم، ما فيك إلا العافية. لا إن شاء الله أنا طيب إن شاء الله. أرفع أرفع شوي. أيوة أيوة، يعطيك العافية يا عم. تصدق عاد بديت أحس إنها تحسنت شوي. لا لا، قلت لك هذه إحنا نعالجها. تبيني أقوم قهويك؟ لا تقهويني ولا شيء، إن كانت بتكرمني لي طلب واحد عندك. سمع عم. طلبي ما أبغى أحد يدري عني جيتك هنا، حتى أخوياك اللي عندك. سمع عم، سمع، مع أن طلبك غريب شوي لكن بيض الله وجهك. والله بعد اللي حكيته لي أنا رأيي من رأي ناصر خويك. يعني فهد مسوي فينا مقلب، وكل هالوقت وفي هالمكان، أنا ما أدري شلون طاوع قلبه. من حركات فهد أتوقع راح يسوي أكثر من كذا. إلا أنت وين بيتكم؟ ما تلاحظ انك تسألني كثير عن بيتنا؟ ترى مو بلازم تعرف. لا لا تفهميني غلط، بس قبل شوي يوم قلتيني على القرية وقلت انك بتساعديني،
صراحة أنا يوم فكرت القرية ما في أحد، القرية مهجورة من سنين. أنا بمشي الحين، قم مشي تلول. وش فيك زعلتي؟ إذا أنت زعلانة علشان سألت عن بيتكم خلاص مو بلازم أعرف. أنا ما زعلت بس صدق تأخرت، أبمشي. قوم مش أنت أول. أبشري، لكن أنت مشي أول شيء لأني أبغى أصور. ما راح أمشي لين تمشي. أنت ليش دائم تبغاني أمشي قبلك؟ وش السبب؟ خلاص لم تمشي، وبكرة بنفس الوقت وبنفس المكان. أنا بمشي، لكن أرجوك إذا جيت بكرة ما بيك تأخرني علي. أنا مو قلت لك امش؟ أنا مشيت. وش اللي رجعك؟ شفيك زعلانة أنت؟ أنا بس نسيت كاميرتي هنا وجيت أخذها. امش امش وتحرك ولا تلتفت أبد لين توصل خيمتكم. طيب طيب طيب.
فيها قافل أخلاقك يا طلال أخوي رايق أنت اللهم لا حسد شكلك ما صورت شيء اليوم ألا صورت إيش فيك تقولها كذا بصراحة ناصر في أشياء غريبة قاعدة تصير صدق حتى أنا قبل شوي كنت أفكر في الموضوع في أشياء مو طبيعية مو طبيعية وبس يعني عندك غياب فهد وسعد لا لا موضوع فهد وسعد أنا حاسس إنهم بيجون اليوم حاسس إنهم بيجون اليوم يا أخي أنا أحيانا إذا فكرت أقول إني مقتنع بالأشياء اللي تجي في بالي وبعض أحيانا أقول ماني مقتنع لكن اسمعني ناصر بصراحة في شيء غريب صاير معي وأنا ما قلت لك عليه وشو؟ أنا قابلت البنت تستهبل أنت وين بنت في ذا المكان؟ ناصر أنا أتكلم معك جد أبيك تركز معي لأن الموضوع بالنسبة لي ترى غريب وين قابلت هذي؟ ورا القرية في المكان اللي أنا أصور فيه أها وأنا أقول إيش فيك كل يوم تروح نفس المكان وما تبي أحد يجي معك ناصر تكلم معي جد معك يا أخوي معك يا أخوي بس وين قابلت هذه؟ وين لقيتها أصلا؟ أول يوم طلعت أصور فيه ورا القرية لقيت لي غنم وبصراحة استغربت إن في حد موجود ويوم رحت أسأل من هو صاحب الغنم قابلت البنت البنت والغنم وهناك لحالها؟ شلون؟ إيه لحالها وقالت لي إن ما عندها أخوان ما عندها إلا أبوها وأبوها كبير سن وهي اللي ترعى الغنم أيوة بنت يا ناصر فيها جمال أنا ما شفتها قبل كذا مسكينة شالت الحمل الضعيفة في ناس كثير يا ناصر زي كذا لكن الله يكون بعونهم آمين الله يهدينا يا طلال تخلينا هنا نسوي الغداء والقهوة وانت هناك معاها تفلها بس تستاهل شكلها ما أعطتك وجه وقفلت أخلاقك صح؟ لا يا ابن الحلال ترى مو ذنبي أنا كل يوم أروح أصور هناك وألقاها قدامي وعساك صورتها يا طلال يا ابن الحلال انت لو شفتها نسيت التصوير ونسيت الشاي والقهوة حقتكم ونسيت القرية دي كلها طيب ليش ما تنبسط يا أخوي؟ وشيت متنكد؟ بالعكس من قال لك أني أنا ماني مبسوط إلا مبسوط لكن بصراحة يا ناصر في أشياء كثير غامضة غامضة؟ وشلون يعني؟ يعني بيتها كل هالمكان هذا ما فيه بيوت يعني وين ساكنة؟ أكيد ساكنة حول المكان اللي تشوفها فيه بعدين ليش ما سألتها أنت؟ سألتها لكن ما لقيت إجابة ولا وصلت معها النتيجة طبعاً البنت صعبة تقول لك وين ساكنة ممكن كلامك صحيح لكن مو بهنا المشكلة أجل وين المشكلة؟ المشكلة أنها تخليني أمشي قبلها وأنا أسوي اللي هي تبي أمشي قدامها بدون ما ألتفت وراي والله البنت ذي ما هي بسهلة والغريب إني إذا مشيت فترة والتفت ما لقيتها تختفي هي والغنم شلون يعني؟ ما فهمت يعني تختفي يعني ما أشوفها يعني تروح مع مكان أنا ما أشوفه
اخوي انت واضح انك قاعد تتوهم ولا تتخيل. لا لا الموضوع طبيعي صدقني. عاد بصراحه اليوم سكت معي وقلت ابي اعرف وين تروح وين بيتهم. طيب لكن ما لقيت لها اي اثر. طيب وش سويت؟ صار معي شيء غريب وما قدرت استوعبه. وش اللي ما استوعبته؟ تخيل وانا امشي طلعت قدامي فجأة. من وين وكيف ما ادري. طيب كان سألتها؟ انا كنت بسألها لكن لو تشوف وجهها كانت مرة زعلانة. يا اخي حسيت انها بتذبحني. وش اللي زعلها؟ لانها كانت تشوفني وتدري اني كنت ادورها وادور وين ساكنه. تصدق عاد البنت ذي مو بسهله. حتى انا حصل لي موقف كذا ماني مستوعبه. موقف اليوم وانا جالس انتظر هناك عند الخيمه فجاه طلع لي شايب وقال لي لا تعلم احد اني جيتك. ليكون ابوها. صدق عاد يا طلال أنا شكيت بنفس الشيء لما كنت تحكي لي السالفة. لا لا الموضوع هذا بجنني. لازم أحط لحد. من بكرة من بكرة بروح أسألها وأفهم وش اللي صاير. أقول شكلك حبيتها. ليش؟ عشان أخطبها لك. يا ابن الحلال أنت فيك حيل تمشي الحين علشان تروح تخطب لي. أهتم في رجلك وبس. عاد صدق من يوم حط الشايب الخلطة حق تهذيعي أحس إني تحسنت شوي. إلا الشايب اللي على رجلك ذا ما سألت عنده بنت علشان خطبها لك. لو تشوف وجهها بس ما دوّت منها نسب. أفا أجل خلها أحرج رجلك وبس. صب لك شاي. لا 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 بس بصوركم. اصبر اصبر تسولنا ببلاش. مو لازم كل شوية يعطيك فلوس. اعطوني فلوس ولا ما تبوني. طيب يلا يلا خلاص بصوركم ببلاش. خذ ناصر تصورنا. تعال تعال ما تعرف ما تعرف تصور ما تعرف. شوف حط عينك هنا وتضغط هذا. خبل انت بالله من يصور زي كذا. خله علمه. خلاص
طلال الحقني طلال يا اخي، كنت طالع من البيت واحد تاخذ سيارتي يا اخوي، يا اخي دخلت بس ماخذ جوالي نسيته داخل يا اخي. والله مو بوقت الكلام كله يا اخوي، تعال الحين انت ابلغ خلاص. اصلا انا غلطان اللي اتصل عليك. يلا 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 باتي خلاص ببلغ يا اخوي. السلام عليكم اخوي، ابغى ابلغ سيارتي كانت عند البيت وشغلتها وجاء واحد وانا داخل البيت واخذها وانحاش في السليمانية. ايه مخلي المفتاح فيها، لوحتها بنل 1899. اي نعم ان شاء الله. طيب على ذا الجوال. طيب مع السلامة. بدري توك تطلع، تعال تعال تعال. الله حي الله حي. ايش فيك زعلان؟ أعوذ بالله من الشيطان اللي قاعد يقول لي الحين أسوي شيء غلط. ليه؟ يا أخوي أنت متى تتوب عن مقالبك الخايسة هذه اللي مثل وجهك؟ يا أخي ما سويت شيء، قاعد أجرب السيارة. ولا في وجهك دم؟ ولا تستحي على وجهك؟ يا أخوي إلى متى وأنت بتقعد تسوي فينا كذا؟ مين قال لك تترك السيارة شغالة؟ يا أخي كم مرة أقول لك وأفهمك، إذا جيت بتنزل خذ اغراضك وطف السياره وارجع واركب بعدين. وانت وش دخلك فيني؟ اخليها شغاله يجي اخذها 60,000 وعلى وش دخلك فيني؟ يا اخوي انت وصي علي. طيب ليش معصب انت الحين؟ يا اخوي لانك ما تفهم. عشان تتادب، ما عاد تسوي الحركه ذي ثاني مره. عموما انا بلغت عليك والحين بيجون ياخذونك، وهم يتفاهمون مع هذا الاشكال اللي زيك. تستهبل انت. بالله من جدك مبلغ؟ اي والله مبلغ. دق 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 عليهم طيب. الغى البلاغ. دق عليهم ولغ البلاغ، ليكون قايل اسمي بعد. شلون اقول اسمك يا غبي؟ انا شايفك اصلا. طيب دق 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 الغ البلاغ. الغي البلاغ بس ها. شوف في سياره جايه بسرعه. توعدني ما عاد تعيد المقالب الخايسه. والله ما عاد اعيدها بس دق. وعد؟ والله ما عاد اعيدها اقول لك والله. بس خلاص اسكت. دق. طيب اسكت يا اخوي. السلام عليكم. طلال أنا بديت أقلق. وش فيه صاير شيء؟ العيال يا أخوي الحين ما جو. يا أخوي خوفتني وأخرت تقولي العيال. العيال مثل ما قلت لي أكيد إنهم مستمرين في نفس حركاتهم. يا أخوي إحنا حطينا احتمال بس يمكن الاحتمال هذا مو بصدق. لا 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 صدقني صدقني هذا اللي صاير. طيب الحين وش نسوي؟ وش نسوي يا اخوي؟ نقعد ساكتين؟ يا ابن الحلال العيال هم اختفوا بكيفهم،
وعلى راحته. بعدين احنا ما قصرنا، دورنا فهد في كل مكان ولا لقينا. ايوه هذا قلتها، ما لقيناهم. هاجر وينهم؟ بصراحه ما ادري، انا كنت حاط في بالي انهم يصلون الليله، لكن للحين ما جو، ما اتوقع بعد انهم يجون. لا لا لا، تفاعل خير من اخوك، لازم نشوف لنا حل. لازم يا نبلغ الشرطة أو نبلغ الدفاع المدني. وش فيك عاد يا ناصر؟ ترى ما توصل لهالدرجة. شلون ما توصل؟ يا أخوي لازم الحين نشوف لنا حل.